الرئيس العليمي يستعرض مع السفير الأمريكي مجددات الوضع اليمني. رئيس الوزراء يعقد اجتماع في عدن مع بعثة وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي. وزير النقل ورئيس الخطوط الجوية اليمنية يضعان حجر الأساس لمشروع مركز الصيانة والهندسة الإقليمي بعدن. الشيخ بن حبريش يلتقي بوجهاء وعقال قبيلة الحامد السيبانية ويؤكد بأنه بتكاثف الجميع ستصل حضرموت إلى عهد جديد. السلطة بحضرموت تبحث مع السفير الأمريكي جهود تعزيز الأمن ودعم مؤسسات الدولة.